ماتش، لا المرة دي على الأقل أعمل أي حاجة كويسة وخلاص يعني. بس أنا في الأول كنت عايز أجرب المود الجديد. شكرا يا مروة، الكواليتي المرة دي أحسن. بس على فكرة بجد يا جماعة صدقوني أنا بعرف ألعب كويس، بس عشان أنا بس لايف ستيم كده متوتر يعني. لو ما كنتش بعرف ازاي كنت اوصل ليفل 50 يعني. هينزلوا فين صحابي؟ انا بنزل مع البروز. بقيت نركز في الجيم بلاي عشان ألعب عدل بقى. يلا احسن من ولا حاجة. ايه ده، هو مات؟ هو افتلتد؟ المفروض ان هي في ناحيتنا يعني، واي حد يجي هنعلم عليه. انتوا طبعا مستغربين يعني ليه لسه ما شفتهاش، عشان يمكن الاقي في الشيست مين. ما جاليش مينيس. هاخد تاخد دي. هو في لاج شوية بس مش مشكلة. عكس مش اللي هي يعني حلوة أوي، بس يلا هعرف أعدي بيها. خليني أروح عند صحابي يمكن حد يبلاقي حاجة يعني بسببها. طب ليه يعني؟ كنت فاكرة يبقى في لونش باد أو حاجة. ايه ده، هما ليه باردين اوي كده؟ هو في اي ار جوه انا شايفه. لاج بيرست. انا بعشق البيرست. بام
لا هاخد الاسم جي. ايه ده؟ شفت انت الحركة دي؟ بروس بس بيقفوا يعملوها. انا حاجتي يعني، بس يلا اخد ده. اسامة سو تشيست، في تشيست تحتينا. هو في أوضة هنا؟ انت ده في أوضة مكنتش عارف. يلا اتعلمت حاجة جديدة. في لك شوية بس عدي بقى. ايه ده؟ ما اعرفش هما ليه بيكسروا، بس يلا بقى زيت في الزيطة. كلهم هيروحوا الزون، انا جاي معاهم. ايه ده، انا لسه واخد بالي ان الروت بتاعي قليل جدا. الله عليا، كنت فاكر ان انا اقدر اقف على الشجرة. عارف هي تديني 4 دامج يعني، بس يلا هيفرقوا بيفرقوا. احنا كسبانينهم بفرق 6. استنوني، خد لي دوش. ايه ده، في حته خفيه قدام الشلال. كنت هاخد لي دوش عشان اكيد يعني كل يوم بلبس نفس اللبس ده. انا بحارب كده، بعيري شويه. ايه ايه ده، كنت فاكرها حاجه تانية خلاص. عايز شجره 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 شجره. معلومة للنوبز يعني، وبالنوبز انا قصدي محمد طارق ده، لو هو يعني هيتفرج عليه، واحتمال كبير ان هو هيتفرج. لما تيجي تكسر الشجر، لما تيجي تكسر، شايف انت الدايرة دي؟ الدايرة دي لما تكسر فيها بتكسر اسرع. خلاص كسرتها اسرع، فاهم؟ نصيحة للنوبز يا محمد. ايه اللي هنا بيتباع بود؟ انا عايز البرست. انا مش عايز بريكس، بيرست. نصيحة تانية يا محمد، بص بس هي بصحة للبي اس 4 يعني، فمش لازم خلاص. عايز اي حاجة متل
اذا الزون جاية طز في بيرست بقى هك اكيد الاقي حاجة احسن منه هنا يعني لما اخش الزون. ايه ده هما بقوا كسبيننا احنا لو كنا كسبينهم. هما رايحين فين؟ انا اروح افاجئهم. ثانية خلينا اخش الستورم يس او شيت ايه ده في حاجة هنا بس خايف يبقى حد يقتلني. اوه في بوش 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 لا بحب بوجي بومب انا شفت البوش هاكر اكل هاكس هاكس يا عم ما تموتنيش ما بيضربوا عليك اشمعنى انا يا عم انت هاكس والله لعبت كويس ده كده ال 50 فيرسس 50 مود يعني ساعة مثلا ما بعرفش العب فيه كويس عشان بيبقى فيه ناس كتير عليا ف ايه ده في ابديت جاي الساعه 4 في ابديت الساعه 4 اوكي خلينا نلعب سولو عادي انا بس عايز اعمل لي سنايبر رايفل العب سولو ثانية ايه ده الله ما حدش بيتفرج على اللايف ستريم الله عليا انا جامد جدا شوف حاجة بس ثانكس هاي مروان طب
طب طالما كده صورة بس انا مش عاجباني. بنيتي تشيل دلوقتي عندكم. في حد نازل معايا؟ كويس، هنزل بوحدي. مروان انت بتقول تعال نعمل توتش على ستيم؟ اكيد يعني في الاجازة انا وانت كمان مع بعض. انا شفت حد رايح دلوقتي وشافني، شكله اول ما شافني جري، فتلاقيه مش معاه حاجة. في الشاست هنا ازاي؟ بلو بامب كويس، الزون قريبة. مش لازم بس ما خليني اخده يعني عادي. قلت يعني حاجتي مقبولة. في شاشة هنا؟ لا مفيش. صح، لسه مظبطهاش اللي هو يعمل وولز. نو. خلينا نظبطها بسرعة. كانش معايا ماتيريالز اصلا. طلع ازاي اللي هيطلع فوق؟ صلى عادي. ماشي. ايوه سمعتك يا مروان، بس شفته في في هينزل ابديت فيرجن 3.6. اوكي. في كمان شفته ال الموت الجديده. وفي دي كمان كنت اقدر اشتريها، بس انا اشتريت بقى بدلها دي. ايه ده؟ ايه دي؟ ليه موجودة؟ انا مش انا اشيل اللول دي احط بدلها. فينها؟ ايه يا جماعة ماشي. يلا نبدأ ماتش جديد. بص، لو كان معايا باتل باس كان هيبقى عندي حاجة كتير جدا. كان هيبقى عندي اولا ده ميد في بوكس كده 200، وجلايدر 300، والبتاع ولاست لورد 400، والدانت تيكز هيل 500. حاجات كانت زمان هيبقى عندي حاجات كتير جدا. ساكت كده، مش فارقة معايا عشان دي كوزمتكس، مش هتفرق في طريقة لعبي. تن تن انا خدته. رون تن 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 رون تن. Why are you running?
You must have Ebola. Why are you running? Why are you running? What? يا عم ابعد. دانس اوف. ده اذا فين انت؟ خلاص انا اتحداك. خذ في دماغك او خذ يبقى ما اعرفش whatever. انا عايز اعيش شويه فانزل حته بعيده. هانزل السجن او انا عايز انزل سنوبي شورز بحبها. ايوه مش انت سنوبي شورز. لا ناحية تانية. اذا في حد جه معايا يا الله ماشي خلاص يبقى انا كويس كده. بس هو شكله هينزل عند الجبل يعني. اه انا شايفه رايح فين. نزل عند الجبل انزل له. لا خلاص بلاش يا يعني. عشان كده عرفت في واحد عندي. لا عارف ان في باب بس يلا. واحد معاه فاس جوه البيت ليه ما يكسرش الحيطة يعني. شوك زوج باسكت تن. اي ام ذا ون. انا جامد جدا. انا اسمي كرة الباسكت فيل. فيل عايز شوك جاج اعتبرها. اه سلام سنة ادي بوس الفيل. سلام فيل. انا فيل شكلها صح بس بيست فريند بتاعي الجديد. معلش بقى جوز مروان بس خلاص. ومحمد سنايبر دلوقتي اقدر اعمل سنايبر للناس وعم كوك سكوب ايام كول اوف ديوتي بقى. بومب شوت جن. اوكي بومب تاني. لا مش عايز بومب تاني. اخد واحدة بس. في ايه ده؟ اوكي امو بوكس. الزون فين؟ ماشي مش بعيد اوي يعني كويس خلاص. ماشي لحد دلوقتي هو احنا في لسه في اول 50 يعني فخلاص. فيل سلام ثانية خليني طيب كمان اظبط بتاعة المثلث عشان لو قبل ما حد يجي. ايه لاج. تخدش الشاك شاك بتاعتي. عارف لو خطها دي بتاعت فيل ما تخدهاش. قلت دي بتاعت فيل. ايوه سيبها. عارف لو خدت بتاعت فيل كويس رحمتك المرض عشان سبتها. هو اصلا جه منين انا مش فاهم صح. بس يلا بقى ماشي دلوقتي مستني كمان دور.
خلينا نلعب 50 vs 50 شوية. بنو شوية هيمشي يعني، خلاص الابديت هيشيله. في ده خلينا نعمله انفايت يلعب معايا يعني، مش اخسر حاجة. سبام هي دي الايفا اللي انا بحاول اجيبها، شكلها جامد جدا وبتقعد تلف وكل حاجة. ومروان بيسألني ازاي تجيب فيورز اكتر. بصراحة لحد دلوقتي يعني انا عندي 28 سبسكرايبر، ف وكمان يعني في وقت امتحانات فات لان مش عندي فيوز كتير. بس انت لو عايز تبقى مشهور كده زي يبقى عندك 28 يعني وكده، تبقى مشهور جدا زي كده. بص انت عارف انت السوشيال ميديا او اي حاجة كده او صحابك، قول لهم ان انت هتعمل لايف ستريم. انا هنزل مع صحابك مع الناس، انزل مع زمايل البروز. جريسي لا 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 لا، اخش الزون. الزون فين؟ سنوبي شورز. ماشي انا راح اروح سنوبي شورز او انزل البيت ده. سوري يا جماعه، بس كنت محتاج اعطس. معلش معلش سامع يعني، دي تاني مرة اعمل لايف ستريم، واول مرة كانت قبل شوية، ف لسه مستوياتي مش جامدة جدا. الله اصلا لسه مكتشف ان انا اقدر اعمل لايف ستريم امبارح. ف ايه ده اللونش باد تحت؟ يس خليني اشوف المينيز. ماشي من اوله كده كويس. انا عندي فول شيلد يعني. سامس تظبطها تاني عشان ما اجيش وقت الحرب اقعد احاول اظبطها يعني. راح الزون بس هو بوحدي، فما اعتقدش ان دي فكره كويسه. بس يلا طز بقى. انا لسه اخبر من حاجه. بص ده مثلث وفي بتاع دي مش شكلها زي عين. فورتنايت از اليموناري كونفيرمد. وقبل كده انا ومروان اخترعنا واحدة ان ازاي ان مصر الاموناتي. لا ثانية، ده انا بقول ايه اصلا؟ انا بقول ايه دلوقتي؟ خليني اقول تاني. في يوتيوبرز كتير اصلا اثبتوا اوريدي، بس ده كان دليل تاني ان هي اصلا جواها الاموناتي. انا بوز انا جامد جدا، لازم اروح سيرك. الله جت الفكرة احلى. بص نعمل كده ماشي. بص بقى ده لازم اخش السيرك. يلا هو الله كمل كمان كمان كمان. الحتة الصعبة بقى عليا. انا جامد جدا، انا جامد. بس لو حد يعرف يعمل زيها يبقى قابلني بقى. انا ما عنديش ما عنديش حاجه يعني، ما عنديش اي حاجه كلوز رينج، فدي مشكله. اي حاجه تبقى كويس حتى لو جرين بومب يعني او اي حاجه. ده ايه ده؟ بيستل. ماشي انا على فكره انا عامه بحب اول بيستل. هو مش كده؟ ايه ده؟ اوكي ايه ده مين جن؟ ليه لا يعني؟ انا مش كده خايف دلوقتي ان انا عشان قريب من ناحيتهم فيمكن يجي واحد يقتلني، ف
لازم افضل واخد بالي يعني. حلمش انا ال AR ده بس. ريفولفر لا تاخد ال AR. بلو بامب تاني في كومنت جاتلي دلوقتي. اذا واحد كده مع صاحب اخويا جه عايز يلعب معايا، عايز يلعب مع البرو، شايفوا الناس شايفين ناس بتخانقوا عشان يلعبوا معايا، نفسهم يلعبوا مع واحد برو. طب ماشي يا نوت مس، هلعب معاك الدور الجاي. استنى بس عشان دلوقتي بقى في نص ماتش، انا خايف دلوقتي يمكن اي حد يجي يقتلني من قريب من ناحيتهم. قريب جدا من ناحيتهم، شكله مفيش حد يعني، فخلاص. فين الكوميت؟ عايز اسلم عليه. ازيك يا زميكي؟ ايه ده، هو انا بتهيألي في نقطة جنبيها اهي، بس خلاص اتشالت اهي، بس المصعوبة عليها تتشال. شايفين دي في نقطة اهي، دي ايه دي؟ هطلع هنا نجمة خلاص. كل حاجة يعني انا خدت معايا بلوتك على كده. فين كل فرقتنا؟ فرقتنا عايزينهم، محتاجين دعم. ايه ده هما في ايه ده، احنا في ناحيتهم. ايه ده، في حالة اروح اجيب ده، خليني اروح اجيبه مش اخسر حاجة. لا لا بلاش بلاش، ريتريت ريتريت، ارجع. لا فرقة تاني، لا فرقة تاني. ايه ده، انا ما عنديش ايمو، دي مشكلة. انا اقدر استخدم دي عشان اطلع فوق. اجرب لا في فيها ناس هنا، انا خايف بس ابقى بوحدي، خايف مش عايز ابقى بوحدي والناس يمشوا يقتلوني. احنا ليه مش صانعين بيس او اي حاجه يعني؟ مين الفرق الغبيه دي؟ هو انا اتضربت من الجنب هنا. خلينا نروح مع بقيه صحابي هناك. سنايبر، اوكي فاهم دلوقتي. خليني اروح مع بيت صحابي عشان الناس اللي هنا دول اغبياء جدا في الجبل، والناس عاملين يضربوا فيهم مش مفكرين حتى يبنوا اي سبورت او اي حاجه. ايه ده، هو ايه ده، شفتوه؟ كان لسه في نور دلوقتي. هو فورتنايت بات ايه يعني؟ بولت اكشن. بسرعة 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 بسرعة. ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ ثانية ده احسن، ده انا عايز البولت، هات البولت. ايه دلوقتي، ايه اللي بيحصل؟ انا عايز البولت اكشن بس كده. في هنا ميني جان، عايز اعمل سنايبر واحد عشان اعمل اشيفمنت.
استعمل سنايب لأي حد. سكار اخده. لا 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 ايه اللي بيحصل؟ فين البلوتا؟ لا اخذ البلوتاك بتاعي وعرفته. طز بقى يلا. حتى عنده وان ايمو بس. الله انا جامد جدا، محظوظ قوي انا. ايه ده؟ في مينيز عارف لو خدتهم. اخد جولدن سكار. كأنه بأول اللي انا عملته صح؟ ايه؟ ايه ده؟ لا يا عم بص ده كنت تنيش يا عم انت. طب ماشي دلوقتي هلعب مع واحد اسمه نوتمس. انا دلوقتي كده عندي كام فيو؟ عندي كام فيو دلوقتي؟ انا بجد مش مركز، لازم اركز شوية. يا بس لو كان حد مروان بيلعب معايا وحد كويس يعني، خصوصا انا مع واحد اسمه نوتمس دلوقتي. ف هي بتحمل اوي كده. ماشي خلينا نعمله كده. ايش اكسبت طب يا نوت ميس لو عايز تعمل لي جوين اعمل. ماشي خلاص ريدي. ثاني هو انت سمعني؟ لو انت سمعني في اللايف ستريم او اس او اعمل اي ايموت، اعمل اي حاجة. ماشي خلاص يبقى كده كويس. بس انت بتسمع متأخر شوية بس ماشي خلاص عادي. حضرتي سمعت شتات سنايبر رايفل اليمينيشن. خلاص يا عم فهمت خلاص اهو. انا طيب بسرعه قبل ما الماتش يبدا عايز اوريكم. انا شفت حاجه كده كانت بتلمع في الماتش اللي فات. ايه ده؟ وانا لازم اعمل سيف ريبلاي عشان اشوفها. ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص كان انا ازاي عايز اعدي شويه. انا عمري ما جربت البتاع ده. اوه فابلس. اي اقدم بسرعه. انا خلاص خلاص. طب ازاي اقفل بس البتاع ده؟ شوالي في ماتش. ايه ده؟ انا عملت كوت للبورتي. اصل انا لحد دلوقتي لسه مش متعود على موضوع الريبلاي والكلام ده. انا عايز اجرب. هلعب دلوقتي دور هفضل اعمل فيه كامبينج. يمكن يبقى ممل تتفرجوا عليه بس. بس يلا ماشي
story not miss يعني عشان طلعت برا بارتي. اشوف لو هعمل انفايت لده. ايه ده مين ده؟ مش هقوله لا مش تعالى. سمعوش مين ده اصلا. whatever. تطلتوا ليه يا عم انت؟ طلعتوا ليه يا نوت ميس؟ ضيفوا تاني. طب سوا طيب نلعب دوس عشان احنا قلتلك دوس. ايه ده؟ انت يا بت اللعبة انت متجننيش. اوكي عشان كده كله دوس ريدي. يلا يا عم انت مدس ريدي بس ماستر ده بس. اوكي ايه ده؟ طب ايه الهدف ده؟ ماشي خلاص تدوسك منه. ايه ده؟ هو اكتبولي في الكومنتس ايه احسن حاجة اخليها دلوقتي. عجباني دي بس برضو عجبني ان انا يعني النسر لايق عليا. فكر خليه ده كان استنى كده احسن. ايوه كده احسن بكتير. نوتس بقى يلا بص انت كده عامل ريدي. اللي بيتفرج ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناة دي عشان القناة دي يعني جامدة جدا. انا نفسي اقف ده شكله جامد جدا شكله جامد. ده شكله جامد ثلاثنا يعني ذات الوقت. بيتزا ثانية هو بقى في بيتزا بيتزا كمان. ننزل فين؟ تعال ننزل تلتد وقولك لا بلاش. تعال ننزل السجن او ننزل حتة بعيدة عشان هنا تأكد. هو نزل ماشي تعال ننزل دوستي معناها بكرهها بس يلا بحسها بتبقى مليانة وعشان هي على الخط بتاع الباص هتلاقيها مليانة اكتر ما بيبقاش فيه حاجة حلوة اصلا.
اطلع اذا في حاجه فوق صفر ده في بص دلوقتي انا دخلت هنا وليت ليت جرينيدز وتراب بس كده دي وود ده كده اول بيت وليت ايمو اوه ايمو كتير جدا اخد بس انا لقيت برضو يعني حاجه فوق الفور بتاع نفسها فاطلع اشوف هو ايه ماشي بلو اس ام جي انا بحبه يعني بصراحه كان في حاجه تانية هنا بس لا حد دخلها ايه بقى الحلو في دستي قوي كده يعني ناس كتير بيروحوها انا بصراحه مش فاهم بس يلا بقى ايه ده لو هما الاتنين هنا يبقى ده يبقى مين فري فول روبس بكره معيش معيش حاجة معي سلاح واحد بس دول ايه ده صعب على مين في حد هو راح فين والاخر ده راح فين تعالى بص التاني رايح الناحية التانية مش تعالى نروح هنا احسن على الاقل احسن من داستي بص يعني دخلنا داستي وجالنا ايه ريفولفر وحاجات وحشة كلها يعني ايه ده ايه شفته شفته دلوقتي هنا على الشاشة كان في حاجة بتقع ايه انا شفتها كذا مرة بس هيك دي اول مرة بصورتها يعني ده ترجعت لو في الحته دي بالظبط حاجه كانت بتقع ايه في عند الكوميت اهو بتحرك اصلا باين انه بيتحرك خليني بسرعه بس اعملها تاني يجي بس شوية يقول له ليه بعمل كده ما استخدم الرامب العادي علشان بدل ما اقعد احرك ادوس على زرارين بدوس هنا وهنا ما اضطرش ان انا اقعد اعمل كده فهي دي الفكرة يعني في شست فين شكله فوق ماشي خليني اروح عند الاي ار لواحد من اصحابي والله خد خد يا عم انت يا نهار ابيض بص يا عم انت بص تعالى بس تعالى تعالى ايه ده انت كان موت يا نهار ابيض يا عم انت ما تقتلوا هو الاول اشمعنى انا كنت شايف دول موجودين طلعت لقيتهم فقلت اجري بقى ده النكد كان معيش شوت جن يعني بس انا دلوقتي كده هلعب اخر دور 50 versus 50
يا نوت مس اعملها 50 versus 50. خلاص جت الفكرة. لا ثانية اعملوا انفايت. تعال انت يا عم، ماشي يلا. ثانية بس انا بس عايز اوريكم اللي انا شفته. هي دي دلوقتي خلاص ملحقتش، هوريكم بعد الدور. ايه ده؟ لا اهي، ايه ده؟ خلاص بدأت، ما هوريكم برضه بعد الدور يعني عادي. معلش يا جماعة. اوكي انت عندك رقصة دي وصل عدي دي. ايه ايوه امشي غيران مني، مش انت ديفولت سكين زي، بس انا عندي وانت ما عندكش. مش هنزل فين، عايز انزل في حته مفيهاش حد عشان الحق اخد حاجه تعدله. انزل في سنوبي شور. لا ثانيه اشيل الماركر. لا لا نوت ميس، سيبك من، ما تروحش هناك. هتمشي وتسيبني يعني؟ بص انا هاخد شوية حاجات. فين فيل؟ هنزل عند فيل. فيليب فيل 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 ايه ده؟ فين فيل؟ فيل اهو، فيل فيل. افتح افتح. خد يا عم، استنى 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 نوت مس. يا تمس فيل فيل، خد خد ده وده. يلا فيل، عمل لك حاجة؟ خد خد فيل 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 فيل. عارف لو امشي اضحي بحياتي عشان فيل. فيل فينك؟ فيل انت عشان فيل. على فيل اهو، ابني له بيت بس ده لمصلحتك يا فيل، عشان محدش يأذيك. الغباء ده، انتوا احنا كلنا بنحشر نفسنا. ايه 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 ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ عايز حاجة عيلة. ايه ده؟ ايه كل ده؟ مش هقول لأ يعني، ماشي ماشي بس كده. حد طلع فوق؟ حاجة فوق. البنات البنات شكلها ما تحتش راح. حتشرح.
لا دي اتمليت. ايه ده، في فيندنج ماشين، نشوف بتبيع ايه. بالمرة انا في الطريق. انا عايز نق ايه في ار بي جي، انا عايز ار بي جي. لا طز في البتاع ده 300 ود ار بي جي. اوكي ماشي حلو. نوت ميس، اديني الود اللي معاك، هات كل الود. اقول لك انا كده مش محتاجه يعني، انا لو كملت كده هاخد. ايه ده ثاني، في مسج جديده. يو جاند النكل ماي برودا، يور باك ماي برودا، ماي برودا. فاضل اربعه بس. ثانيه، دو اي ايفن ماث برو؟ 300 ناقص 94 هيساوي 6. انا جامد جدا، انا بعرف احسب. يعني انا احسن واحد في الحساب شفته في حياتي. يعني عارف انت، لو عارف انت، لو انت يعني انا خايف انا اجي اعمله فياخدها. ماشي خد ده ليك. Look at my RPG bro. We have an RPG. هو انا اقدر كمان يعني لو كملت اقدر اجيب الشيل بوشن، بس انا بصراحة عايز ابدا اروح الاكشن عشان الحق حاجة، يعني الحق الاكشن قبل ما يبقوا قليلين هم كتار، فاهم؟ فاهمين يعني. دوت مس تعالى ورايا. غبي يا عم انت، والله كنت فاكره حد. ايه ده سبلاي لاما. بسرعة بسرعة الزون بتقفل. سبلاي لاما هي. بص انا هاخد، انا هعمل كده، هلاقي حاجات وقعت على الارض، هلاقي حاجات نزلت تحت. ايوه انا كنت عارف، عارف لو خدت حاجة انا اللي لقيتها انا اللي هاخدها. قلت لكم بلاش. نوت مس تعالى تعالى خد لك البنجس والبتاع وسليرب. عمر انت اسمك عمر صح؟ خد يلا بقى نمشي عشان اولا نلحق الزون والاكشن. كان ارجع بسرعة الفند. خلاص احنا كده مش محتاجينها يعني. كنت اقدر ارجع الفندنج ماشين اشتريها. تضرب مين تضرب مين؟ ايه ده؟ انا بحاول اكسر فلود ليه اصلا، انا معايا 670. ايه ده ايه كل ده؟ عايز واحدة ثانية. بص بقى ايه ده، انا عايز اجهزها على اللونش باد. مش
عايز الحق الاكشن عشان من غيري فرقتي هتخسر. إذا ما هو عمر ضربه منين؟ لاج لاج في بوش ايه ده؟ انا بس محتاج تك احسن. تمام شوف لأي حاجة أحسن على الأرض عشان ما بجد يعني حتى وحشة جدا. أوكي لا مات اشو ده كده هيبقى خلاص اخر ماتش. انا بس هوريكم بس اللاير ريبلاي بتاعت المذنب وهو بيقع. كان في كده عرفت ان النور بيقع كده كان جاي من ناحية المذنب. ماشي دلوقتي انا بس هوريكم بسرعة بليز. كانت الماتش اللي هو اللي فات صح؟ ايه اعتقد كانت الماتش اللي فات سنة دلوقتي. ايه هو اللي فات ثانية هو ده. انا ليه بعمل سبكتيت لجون بيك؟ عايز اعمل لنفسي ايه ده؟ هاكر هاكر لا هيكر نوب 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 نوب. اوكي اوه يا ام اوكي خلينا نعمل سبيد اب. إذا وانا فين؟ ايوه كده
فهمت ماشي. ثاني خليني اتسرع شوية. خليني اتسرع بسرعة. اذا مش ده هوك الماتش. ده ساعة لما اديت شاك جاك لفيل جه الراجل كده سرقها. رخم رخم قوي. سرق الشاك جاك بتاعتي. شام ايه ده؟ خليني اشوف. لا لا قبلها. بص elimination zero ما جبتش ولا كيل. ماشي عايز اعمل نفسي. اذا اهو مش خليني اقدم بسرعة. ايوه كان بالليل صح؟ خلاص مش مهم. هو ايه تقعد ترجع الفيديو تشوف عشان انا بقى خلاص بجد مش عارف فين. وانا عمري ما جربت الريبلاي وما اعرفش الحاجات دي. فبما كده يعني انا بقى كده خلصت اللايف ستريم. كان لايف ستريم فاشل 100%. ما جبتش ولا وين ولا جبت اي حاجه ولا كيل ولا اي حاجه. سواء يعني عشان اول لايف ستريم مش مركز وكده. بس انا عامه استمتعت فيه. ولو انت كنت استمتعتوا متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا حاجات اكتر مني. مع السلامة.